راديو دبنجا يقدم الكنداكا. الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكا. الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان. المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكا حول الانشغاغات والتحديات التي تواجه الصحفيين في تكوين نقابة مهنية تجمع شتاتهم، خاصة وإنه السودان يمر بظرف سياسي استثنائي تشوبه يعني بعض من الخلافات بين مكونات الفترة الانتقالية. حول هذا الموضوع سعداء بأن نلتقي بالأستاذة والناشطة والصحفية الأستاذة عفاف أبو كشوة. عفاف أهلا ومرحبا بك، وبداية يعني ما هي التحديات التي تواجه الصحفيين خاصة في ظل اضطراب المشهد السياسي الآن وانعكاساته على الأوضاع الصحفية؟ مرحبا بك الأستاذة الزميلة والصديقة هنادي عثمان، وعبرك أرسل التحايا النواضر لأسرة راديو تلفزيون دبنجا ذلك الصرح العملاق الذي ظل ساهرا طيلة فترة أزمات السودان، حاضرا في كل المواقع وفي كل ورافضا للمشهد السياسي السوداني عن ظهر قلب. أحييهم مجددا وعلى رأسهم الأستاذ كمال الصادق قائد الرد وكل الصحفيين الأماجد، كما أحيي برنامج الكنداكا ذلك البرنامج العملاق الذي ولد عملاقا وسيظل وظل يرصد ويتابع نبض المرأة السودانية ومساهمتها السياسية والفكرية والثقافية على مدى إنشائه أو تكوينه أو ظهوره على الخارطة البرامجية في إذاعة راديو دبنجا. مرحب بكم جميعا ومزيد من التقدم ومزيد من التميز. مرحبا بك يا أستاذ عفاف. الله يخليك، تسلمي. حقيقة المشهد السياسي السوداني الآن مضطرب جدا، ما بين يعني بين المطرقة والسدان، بين مطرقة الحروب والمناوشات الجانبية، وما بين سندان ما تضمره الحركة الإسلامية ممثلة في عدة جيوب داخل أنظمة الدولة، محاولة انقلابية ثم خلايا دواعش ثم انشقاقات داخل قحط ثم انشقاقات داخل الجيش ثم انشقاقات داخل المشهد السياسي وقوة سياسية. هذا الوضع المضطرب في المشهد السياسي السوداني بالتأكيد سينعكس سلبا على الوضع الصحفي. هنالك أيضا انشقاقات داخل الوضع الصحفي مبنية على إرث مرتبط بالحركة السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على مدى التاريخ، لكن يعني ما ترصده الصحافة وما طفح من كيل ويعني خلافات وانشقاقات بتأثر سلبا على الرض المهني الدقيق فيه مصداقية وفيه أمانة للمشهد السياسي السوداني وكل ما يتعلق بالشأن السياسي السوداني. فأنا يعني حقيقة ما يزعجني كثيرا يعني ما تتناقله وسائط التواصل الاجتماعي ويقود هذا العمل صحفيين أنفسهم، يعني صحفيين نحن وكان على موافقة الشرف الصحفي، وأهم حاجة فيها المصداقية والأمانة والمهنية في أنك ترصد الخبر وغداسة الخبر، من أين أتى الخبر غير مهم، المهم في الأمر أن نأتي بالخبر كما هو بكل صدق وبكل أمانة وهكذا. لكن هناك تحوير هنا وهناك، ده بيعمل تشويش للرأي العام السوداني، والرأي العام السوداني أصلا مشوش لأنه الفترة الانتقالية لم تكن كما كنا نتوقع، لم تقوم بمهامها على الوجه الأكمل. ولذلك أنا بطالب الصحفيين أن يربؤوا بأنفسهم من هذه الانشقاقات ويتوحدوا صفا واحدا في إطار المهنية، في إطار تأسيس نقابة ديمقراطية مستقلة حرة
يعبر عن تطلعات وآمال وطموحات الصحفيين بالبحث عن المعلومة الصحيحة، في الحصول على المعلومة بالدقة في التفاصيل التي يوردونها في أخبار وتقارير وغيرها، ويدعون الخلافات جانبا. طيب أستاذ عفاف، ومواصلة يعني لحديثك، ظهرت مؤخرا أو برزت يعني كمية من المواقع الإلكترونية لها أجندات مختلفة، في تقديرك يعني بعد التغيير الحصل ما هي أهدافها، خاصة وإنه البعض منها له يعني أجندات أو أهداف تخالف العرف المهني أو الصحفي؟ كما ذكرت لك إن هذا الوضع انعكاس للاضطراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفقر والمعاناة الذي يعانيه الشعب السوداني الآن، وحتى الحكومة في داخل تيارات. فواضح إنه يعني بعد أن برزت هذه المواقع الإلكترونية واللايفات الكثيرة، كل يغني لليلاه وكل يغني لأجندته، ده مؤكد إعادة اصطفاف استقطاب نتيجة للمحاصصة، لأن المرحلة الانتقالية التي وضعها المفكرين والمختصين إذا تم تنفيذه على أرض الواقع بشكل مرتب يمكن أن تعبر بالسودان إلى بر الأمان. لكن للأسف الشديد من أول 6 شهور حصل انحراف، بدت هنالك الشلة، بدت هنالك المحاصصات، وبالتالي كل شلة عند إعلاميين وعند صحفيين وعند كتاب وعندها ما يدعون إنهم صحفيين على صفحات لنا، يكتبون بأسماء حركية، يكتبون بأسماء عالمية، يعني بدون مقاطعة. يعني معنى كلامك ده معلش بدون مقاطعة، يعني ده تفضلي. في معناه إنه هل يعني الصحفيين ذاتهم انقسموا لمحاصصات؟ بالتأكيد بالتأكيد، ويمكنك أن تلقي الضوء على المشهد السياسي على مستوى الجهاز التنفيذي ممثل في مجلس الوزراء، بتجد في داخل التركيبة تحت الموظفين والمستشارين حوالين رئيس مجلس الوزراء وعلى مستوى الوزارات هي منطلقة ليست على الكفاءة ولا ليست على المهنية، منطلقة على يعني المحاصصات، وكله كل من يحتلي منصبا يأتي بزمرته، يأتي بمن يقفون جنبه سياراته. ما يؤكد ذلك في إحدى الوزارات لا أذكرها تحديدا، لكنني قبل ذلك كتبت عنها، إن هنالك في إحدى الوزارات الهامة وزارة استراتيجية ومحورية مدير مكتب الإعلام فيها سيستر، قلت لهم حتى كتبت، قلت هل نظمة بين الصحفيين السودانيين المهنيين لكي يأتي هذا الوزير بمدير مكتب إعلام سيستر يعني في تخصص مختلف تماما. وده ما يؤكد مزاعمي بأنه القصة ليست مبنية على المهنية ولا على الكفاءات، كما جاءت اتفاقية الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بموجبه تمت الفريم ورك الناس حتشتغل عليه المرحلة الانتقالية، جاء ذلك محاصصات ويعني استقطابات حزبية حقيقة، وده بينعكس على أي شيء، مش على مستوى الصحافة، على أي مستوى يخطر على بالك في انعكاسات. رؤسي يمكن أن تلغي الضوء سريعا من خلال وجودك في السودان، تكوني رأيتي صحفيين نحن نعرفهم زاملونا عملنا معهم 10 سنين، كل حولي وزير محدد من موقع انتمائه، إيما حتى وزير الثقافة والإعلام، وزير الثقافة والإعلام شاب زميلنا وأي حاجة، لكن جاب ناس الاتحاديين مثلا، الناس المؤتمر السوداني ناسين جابوا ناس، وهكذا. ده المشهد السياسي للأسف الشديد. نحن نتكلم عن ديمقراطية، ديمقراطية ديمقراطية الديمقراطية والصحافة والحريات عنوان متلازمان، لا يمكن أن تزدهر الديمقراطية ونحن نحتاج المرحلة الانتقالية هي ستيب 1 ديمقراطية. الإكسرسايز ده بيبدأ بين كل فينا دور يبدأ بنفسه، كل المشهد بتاع الفترة الانتقالية يبدأ نتكلم عن الحريات، نتكلم عن حكومة الكفاءات، حكومة التكنوقراط وحكومة المهنيين، يعني نحن نعني ما نقول ذلك. لكن للأسف هنالك ناس غير مهنيين يحتلون مناصب ليست لها علاقة بهم حتى إيبر على مستوى الوزراء، وهذا انعكس على الصحافة، وكل من هب ودب عمل صفحة وعمل لايف، كل معلومات مغلوطة، تشويش، حتى النقد مش نقد بناء، انتقد برنامج، أنا انتقد البرنامج المحدد، انتقد أداء الوزير المحدد، انتقد أداء المؤسسة المحدد، لكن لا، بقت هي منحرات شخصية كده. يعني ده انحرف من حتى إدارة الصراع السياسي بأسس علمية مهنية تفضي إلى نتائج إيجابية. هو الصراع شنو؟ الصراع بطبيعته في قضايا مختلف حولها، الهدف من المرحلة الانتقالية هي تمهيد لي عشان تمهد المناخ العام لمرحلة الديمقراطية، بالتالي مفروض الجهات المناضلة
هي ماسكة مقاليد الحكم، تأسس مؤسسات وتفتح مجالات لإدارة صراع سياسي ومهني نظيف، الملعب يكون نظيف، لكن الملعب ما نظيف، كله ضرب تحت الحزام وكله شخصنة، وده منعكس نعم على الصحفيين. نعم يعني معنى كلامك ده إنه الصحافة يعني حادت عن الدور المناط بها في الفترة دي تحديدا. للأسف للأسف الشديد حابب عن الدور المناط بها هي كصحافة تمسك زمام الأمر، دور التنويري التوعوي كشف الحقيقة مجردة بدون زيف بدون إضافات، خاصة فيما يتعلق بالأخبار والتقارير، لأنه ده عصب المهنة، ده عصب المهنة. إنت تكون فير أند ويل، جيب عدوك متفق والمختلف معاك، زي ما كنا احنا بنشتغل حتى ايفن في ظروف الانقاذ دي، انا انت وغيري اشتغلنا سنين طويله عدده، بنجيب حتى كنا احنا قاتلنا وناضلنا، وكمال الصادق يشهد على ذلك في الايام وفي الراي الاخر وفي الصحافه وغيرها من الصحف، وحتى ايفن الجرائد الانجليزيه، سودان تريبيون، خرطوم مونيتور، سيتيزن، انه نسمي الاشياء بمسميات المهنيه. يعني مثلا زمان احنا خضنا صراع معي عبد الله رزق واخرين في حتى الراي الاخر، لما نقول انه الغايد الراحل الدكتور جون جرن قائد الحركة الشعبية كان في دور محرر ديسك موالي لحكومة الإنغاز، كان يقول لا تمون متمرد، قلنا له نحن من ناحية مهنية قداسة الخبر يتطلب مننا نسمي الشخص ويبقى المسمى اللي هو حدد المسمى حقه هو نحن نسمي به، ده من ناحية دي المهنية اللي بتكلم عنها أنا، ما أضيف أنا من عندي ولا أخذ مزاد بنفس القدر اللي احنا بنجيب بنغطي التو وينجز، كنا فير اند ويل نجيب الاخبار تحت الحكومه تحت المعارضه بنفس المسميات، خضنا صراعات وعبرنا يعني ثبتنا حاجات مهنيه، لكن حسي للاسف في عهد الديمقراطيه بدات تتراجع المهنيه، خبر مشتول وخبر ايه وخبر كده فيه مصلحه ومدفوع ظروف اندر تيبل اوفر تيبل، قصص طويله يعني. انا اي هوب سو انه الصحفيين لسه في نسبه وعي كبيره جدا وسط شريحه الصحفيين باعتبار انهم هم يعني قاده الراي، وانا اتوقع ان يربوا بنفسهم من الصراعات الحزبيه الضيقه ويكون الوطن في حدق العيون، وإن المرحلة دي لازم نعبر بها بشكل إيجابي، ننقل الخبر الصحيح، ما نصعد وما نعمل شرارات هنا وهناك يعني إجعال الصراع السياسي وممكن فتنة. أيوة. أنا أعتقد طيب إن دي أستاذ المرحلة عفاف، بتطلب ده. نعم خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني. بوضح وجهة نظري فيك فاسمعني، الحد الأدنى بيننا يكون لغة الحوار ونعترف بأن وطننا بيعاني، شيل بهناك بركز معاك أنا بهنا، أسند قفاي أنا كل ليك نتدفق حب في بعضنا، عيل لي عيل لي أقراني ومهد لي أقراك، خد إيديك في وجه القبح بخد إيدي أنا معاك، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق من تالاي وتالاكا، ومن تالاي وتالاكا تعال ننضم حرير نربط بطوننا شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى، وشتتوك يا شعبي فرقوك يا شعبي شعبوك يا شعبي فلم لمطرافك توحد، أحسب صح نبه حواسك للي جاي سد الفرق رتب أمورك من جديد وأبدى العد، ما تغفل الرجاج في قطيتك كبر ودايره بسد، ونحن بنسد ودايرين السودان موحد ومتحد. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. عودة بعد الفاصل، ومرحبا مرة أخرى بالأستاذة والناشطة والكاتبة الصحفية الأستاذة عفاف أبو كشوة. طيب يا أستاذة، يعني الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للصحفيين وأوضاع الصحف أو الجرائد، يعني مضطري إنه هل يعني عندها تأثير على المناخ العام للصحافة والصحفيين؟ مؤكد يا هنادي الوضع الاقتصادي المتردي والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية المعيشية المتعلقة بحياة الناس والعلاج وكذا 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 أثر بشكل سلبي حتى في تفكير الناس، يعني الناس تصحى من النوم همها كله تاكل شنو؟ تقدر توفر بيزك نيدز احتياجات أساسية لأولادك كيف؟ كيف تقدر تعمل حاجاتك؟ والعمل الصحفي ده عمل ذهني، إذا أنت ما قدرت توفر لأسرتك الاحتياجات الأساسية ولنفسك تصل جريدتك دي أنت ماكل كويس وشارب كويس وهنجامك كويس لن تستطيع أن تبدأ، لأنه دي مجال إبداعي. ولذلك أنا المشهد الاقتصادي المتردي والارتفاع الجنوني في أسعار السلع وندرتها وعدم اتساق الأسعار مع المرتبات العاملين ودخلهم
أثر سلباً على المشهد، عمل اضطراب في أي شيء، حتى الأسر يعني لولا المغتربين الشعب السوداني ده ما عرف غير حفظ، وكان ما تموت بالجملة. المغتربين دايماً في حالة مساندة، يعني أنت لقيت زول قاعد في الخليج بيتونس معاك، إن شاء الله في واتساب كلمتين يقول لك والله السودان يعني طوالي هم دايرين طوال أسعار جنونية، بيقول لك أنا مشيت وثاني ما تجوا ما ترجعوا، خليكم هنا لأن السودان مش عارف بالواقع. يلا ده بأثر الواقع، ده بأثر على الصحفيين، خلاهم مضطربين، خلاهم هم ذاتهم يبحثوا عن ملاذات آمنة ومصادر دخل إضافي أيا كان نوعها. نعم، وللأسف يعني دي حاجة ما كويسة. حتى أنا يعني خلال زيارتي أو زيارتي لبعض الصحف في السودان خلال إجازتي، يعني لاحظت إنه الصحف يعني خلت من الصحفيين، يعني أنت يعني أنا حتى في سؤالي عرفت إنه الصحفيين ابتدوا يشتغلوا من بعض الصحفيين اشتغلوا من البيوت، وبعض الجرايد يعني أصبحوا فيها الصحفيين غير موجودين، وأفتكر ده كله عنده انعكاساته السلبية على الصحافة السودانية، خاصة إنه يعني في تردي أيضا يا أستاذة حول بيع الصحف في الخرطوم، يعني الناس أحجمت عن القراءة وأحجمت عن شراء الصحف في الخرطوم. مؤكد مؤكد يا هنادي، لأن حقيقة المواصلات دي قد ملايين، يعني انا بتفتح كيس اقول لي انا بصرف ما بعرف مليون اللي هي 1000 بقول بالالف، ما بعرف عشان امشي ساعة قشره ترحال 2500 لما اي شنو، يعني دي قروش خرافيه. طيب الصحفي كيف يقدر ده؟ طيب الصحيفه ذات اذا هي ما عندها مصادر دخل اقتصادي اللي هو ممثل في الاعلانات، سواء كانت اعلانات حكوميه او برايفت، البلد كلها حاله مضطرب، الاعلانات الحكوميه بالدين، والمؤسسات الاقتصاديه حاصل فيها كساد، طبعا جزء منها انعكاس الكورونا، جزء منها الوضع الاقتصادي المتردي المرتبط بالمرحله الانتقاليه والاضطراب الحاصل. يعني كان مسيطر اقتصاديا على البلد منو؟ كانوا الاخوان المسلمين اقتصاد مسيطرين عليهم، هسه حتى مؤسساتهم تم وضع اليد عليها عبر الحكومه ومصدرات الماليه ما طلعت بمخرجات ايجابيه انعكست ايجابا على معيشه الناس، فده كله الوضع ده كله مرتبط بالمنظومه بتاعت مهام المرحله الانتقاليه وعدم التزام الحكومه بتنفيذها والمشاكل والمعوقات اللي واجهتها. لكن انا بفتكر انه هنا يبرز الدور الايجابي والدور المهني للصحافه، انه الصحافه تغوض الراي العام، تنور الراي العام، توضح له الحقائق، تشارك مع قادة الرأي متخذين القرار في إنه كيف نخرج المخرج شنو من الأزمة دي، المخرج أن نمسكوا لهم أن الناس يمسكوا آيتم واحد اقتصادي يقول إحنا حندعم الخبز، إحنا حندعم المدارس، مجانية التعليم، مجانية شعارات، إحنا عايزين تطبيق تنفيذ على الأرض، دي الإشكالية هنا. فبالتالي الوضع كله مضطرب، والوضع كله ما مريح، والوضع ما مستقر، والوضع يعني طارد، الصحافة مناخ العام طارد. بعدين مين اللي بيشتري صحيفة بمبلغ وقدره ويخلي عيش أولاده يعني؟ طيب أستاذ عفاف، يعني دور مواقع التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن، هل بطري إنها خصمت من دور الصحافة والصحفيين أو أثرت سلبا على دوره؟ أيوة، أثر سلبا كثير على الصحافة الورقية، حتى على مستوى العالم الأول والثاني المتقدم أصلا مشاكله محلولة ما عنده أي شيء، والصحف في الغالب مدعومة حكوميا وبتجاه إعلانات بقروش كثيرة جدا، وأي حاجة مواقع التواصل الاجتماعي خصمت منها كثير لأسباب للأسباب الآتية: السرعة، أنا بكليك واحدة راجل في سريري ولا بمشي أفتش مصدر ولا كده بالتليفون بتابع بالنت ماركينج التشبيك ده أنا بتحصل على المعلومة، انا كصحفي عندي اكسبيرينس بعرف اصيغ الاخبار بستخدم الفايف دبليو، ممكن انا في خبر يكون ريفرنس لوكالات، وحصل كثير جدا ان احنا جات الاخبار اللي نجيبها كان عن السودان كانت ريفرنس بيجي يشيلوها، كان من السودانيز اون لاين، كان من الفيسبوك، كان من تويتر، بيشيلوها وكالات عالميه كريفرنس. ليه؟ لانه مثلا سالوا عننا وعرفوا نحن صحفيين مهنيين وعندنا مصداقيه وبنالف وما كده، بيرجعوا لنا كريفرنس. دي واحده. الحاجه الثانيه بقت حتى في حاجه اسمها حتى ايفن على المستوى التلفزيونات، ممكن لو ما احضر انا مثلا ما انترس احضر نشره الاخبار بتاعت اي تلفزيون، احضر المنصات اللي هي الخبر بيجيك في نفس اللحظه، يعني مثلا حتى انا مثلا الضبط بتاع دواعي الليل في شباب عندهم ايفون طالعين في العمارات الفوق دي صوروا لك الحدث لحظه اطلاق النار، بعد اطلاق النار جابوه وطوروا ونزلوه فيديوهات. انا بالنسبه لي اشوف لايف زي ده افتح نشره الاخبار تجيب لي خبر مختطف وخبر ذاته عاملين صوتي مش
سيمبلي انا احتلت اشوف ده. انا ذاتي كصحفيه مهنيه بسك الاخبار وبقرا وبفوت اشوف اي حاجه واقرا اي حاجه. التيك اواي التيك اواي يجي المواقع الالكترونيه عملت صحافه التيك اواي عملت تسجيلات في الصحافه الورقيه. وان دي انا اتوقع ان العشر سنوات الغابه صحافه ورقيه ما تكون عند اي وقت، ولا مستوى عالم ثالث ولا اول ولا ثاني. ولذلك ان احنا ما يهمنا في الامر نتمسك باسلحتنا وبقيمنا واخلاقنا ومواثيق الشرف الصحفي واخلاقيات المهنه الإصداقية والأمانة والأخلاق وكذا، ونحن نسير الخبر وفق الرؤى المطروحة وما تعلمناه من الأخلاق عشان نحن نحترم نفسنا ونحترمون الآخرين. نعم. ده نحن دائما ونتوحد كصحفيين ما يهمني مهنيتنا. نحن عانينا كصحافة من الأنظمة الدكتاتورية وهي يعني في من عمورنا النضرة نحن ما استمتعنا بالحريات. نحن عايزين حرية النشر، حرية التعبير، حرية البحث العلمي، حرية الحصول على المعلومة، حرية التعبير عن رأي، نمارس الديمقراطية مع أنفسنا، نقبل النقد والنقد الذاتي، كيف نطور قدراتنا، كيف لو أخطأنا نعتذر، أدب الاعتذار، دي بيزك نيد، دي احتياجات أساسية بتاعت الصحفي المحترم بيحترم مهنيته، بغض النظر عن أنا انتمائي السياسي ولا فكري شنو، لكن دي مهنية ده عصب العمل الصحفي، أنا أتوقع إن الصحفيين الجاية يكونوا يعني ساعين وفي مساعي حسيسة لرأب الصدع. وأنا ذاتي كنت أطرف الحاجة دي معانا أستاذ محمود محمد صالح وآخرين من الشباب المميزين، ناس أيمن سنجراب وناس حسين سعد وناس مديحة وناس مجموعة من الشباب والشابات، يعني شباب واعي وداري وحد الصف، لأنه نحن ما تهمنا من يكون رئيس النغابة ولا رئيس اتحاد الصحفيين، لكن الأسس اللي بيجي عليها يجي بأسس ديمقراطية باختيار حر ونزيه وينفذ البرنامج المتفق حوله، ممكن يجي زياد عبيد ايا كان، لكن نكتب بينا دي. لكن احنا ما نحن اكثر سياسيين في الحته دي، انا شايف الجروين الماشي في الاتجاه الصحيح، الجروبات الصغيره انا واتحادات كنت بتحصل معاها اربع خمس اجتماعات لما بدينا رأب الصدع وكده، تفكيرهم كان ايجابي كده، انه بقول لك احنا كلنا ما مهم يجينا اي زول ين كبير بتاع شنو، ما في حاجه زول يحتكر المنبر ده، لكن نحن اهم شيء نتفق على البرنامج، البرنامج ده في دولنا اي زول يحتكر هذا المنبر وكان نقابة الصحفيين والاتحاد. نعم. وهذا ما يعني نربى به وهذا ما توقعه، لأن الصحفيين هم قادة الرأي وهم فئة مثقفة ومتعلمة ومستنيرة ومهنية. نعم. وسيظل ما ينفع الناس ويسحب الزبد دفاعا. أستاذ عفاف نحن بنشكرك كثير لإفاداتك القيمة اللي قدمتها لنا في البرنامج، وبالتأكيد يعني الموضوع حول الصحافة والقوانين وحول أوضاع الصحافة يعني بالتأكيد الوقت ما حيسعنا له، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة يعني نلتقي ونتكلم أكثر. شكرا لك. شكرا لبرنامج كنداكا ولشخصك الكريم ولكل القائمين على أمر الراديو دبنجة، وحقيقة أنا سعدت بهذا اللقاء بالرغم من أنه لقاء خاطفا لم نخطو كل الموضوعات بحثا، لكن وضعنا إشارات وملامح عامة تفتح آفاق للذين يأتون من بعدي في نقاش يستمرون في هذا النقاش، لأنه نقاش سلس وهو بيفتح الطريق لنقاشات ولتوحيد الرؤى بين قبيلة الصحفيين. شكرا جزيلا مجددا. ودي كانت معنا الناشطة والكاتبة والصحفية الأستاذة عفاف أبو كشوة، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء. كتبت لك وأنا جاي من زمن الشقري مرسوم عليك وش الثواني مظللة، كتبت لك وأنا جاي من زمن الشقلي مرسوم عديل وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، فتليك وأنا جاي من زمن الشقلي مرسوم عليه وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، وش تقف
نسمة في الزمن العزاء، اشتقفت تشنسمة في الزمن العزاء، وايامي من كتر الاسى كتر العزوف والاغتراب، وايامي من كتر الاسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أثيفة ومهملة. المشاوير البعيدة لفحة النسمة حنين الجاية من جوف المضيق، كتبت ليك كتبت ليك وقفت ليك لما لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة لفحة النسمة الحنينة الجاية من جوف المضيق، حسيت عجايب الدنيا اتلمت بقد جاياني من عصر سحيق، حسيت عجايب الدنيا اتلمت بقد جاياني من عصر سحيق، عينيك حس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود، وجبينك الضواي حجل في الزمن السعيد. الكنداكة الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة الكنداكة
برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.